أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يوجد في منطقتنا كثير من الإسماعيلية، ومنهم أقارب لنا، ويسبون الصحابة رضي الله عنهم، فكيف نتعامل معهم؟ تعاملوا معهم في أمور الدنيا المباحة، في أمور الدنيا المباحة كالبيع والشراء وحسن الجوار، وعليكم دعوتهم إلى الله لعلهم يتوبون، عليكم دعوتهم إلى الله ونصيحتهم لعلهم يتوبون. وأما في العقيدة فخالفوهم، أهل العقيدة خالفوهم فيها، نعم، ولا تصدقوهم فيما يقولون، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.